ان كل الاصول، ولو دورت حد تاني لقيتوه من العلماء، هتلاقوا يا عراقي يعني سومري، يا مغربي يعني امازيغي، يا سوري يعني من السوريان، يا اما ايراني يعني من الفرس. يعني ما فيش حاجه اسمها عرب. العرب ما قدموش حاجه غير الارهاب وغزو البلاد ورعي الغنم، حتى الزراعه ما عرفوهاش. الحاجات بعد كده البنى وغيره وغيره وغير ده تعلموه من المصريين. احبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. كله بقى تزوير التاريخ، الكذب. للأسف دي شهرة العرب، اشتهروا بالكذب وتزوير التاريخ. بمعنى عادي جدا يعني، ممكن تمثال من مصر فرعوني يتلقى في دولة عربية مثلا، يتهرب لدولة عربية يقول لك لقيناه هنا، ده بتاعنا احنا الأجداد اللي عملنا ده، يطلع لك كتير يقول لك احنا العرب احنا لينا فضل على أوروبا، احنا انقذنا اوروبا في عصور الظلام، احنا انقذنا اوروبا في عصور الظلام. والعرب علماءنا، من العرب علماء كتير جدا جدا جدا. زي ما يطلع لك كده الصورة دي كده، ويجيب لك العلماء العرب اللي نوروا العالم وانقذوا اوروبا في عصور مش عارف ايه وعصور النهضه، ويجيب لك بقى اسامي علماء العرب واشتهروا في ايه. تمسك يا عم الحاج علماء العرب دول واحد واحد، تلاقي ولا واحد فيهم عربي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا واحد عربي. الله، ايه الحكايه؟ نمسكهم واحد واحد. ابن النفيس العالم بتاع الدورة الدموية، اللي كان عالم والدورة الدموية ليه دراسات فيها وليه علوم فيها، ابن النفيس ولد في سوريا، تحديدا في مدينة دمشق سوريا. يعني ابن النفيس مولود في سوريا وفي مدينة دمشق، يعني من السوريان، من السوريان مش من العرب. يقول لك جابر بن حيان يا عم بتاع الكيمياء العربي. طيب نشوف مين جابر بن حيان. جابر بن حيان اتولد 721 ميلاديا في مدينة طوس في إيران. إيران يعني فارسي، يبقى جابر بن حيان فارسي وليس عربي. لما تقول لي عربي يبقى يمني، يمن السعودية جزيرة العرب، هات لي واحد من دول من جزيرة العرب. إبراهيم الفزاري عالم الفلك والرياضيات، اتولد في الكوفة بالعراق. طيب العراق اصلهم ايه؟ سومريين. يبقى ابراهيم الفزاري سومري، ما هواش عربي. طيب حنين ابن اسحاق العبادي اللي هو كان في الطب ودرس الطب ومسك منصب كبير للاطباء، ولد حنين ابن اسحاق العبادي في العراق، يعني سومري، وهو عالم ومترجم مسيحي، درس الطب في بغداد كما عينه الخليفة المتوكل في منصب كبير الأطباء. ابن البناء المراكشي، ابن البناء المراكشي ولد في مراكش. مراكش فين يا عم الحاج؟ في المغرب، يعني أمازيغي. ابن البناء المراكشي يعرف باسم أبو العباس أحمد ابن محمد ابن عثمان الأزدري الأزدي، ولد في مراكش، كان عالما في الفلك، ده ابن البناء المراكشي. أبو إسحاق البطروجي، ولد أبو إسحاق نور الدين البطروجي عام 1150 ميلاديا في المغرب، يعني أمازيغي، وكان عالما في الفلك. طيب
يحيى بن ماسويه، يعرف يحيى بن ماسويه على انه سرياني الاصل حيث نشأ في العراق، يعني سرياني يعني ممكن يكون سوري ونشأ في العراق، له 132 حكمة في الامراض وعلاجها من وجهة نظر الطبيب والمريض. العالم ابو كامل شجاع احد ابرز عباقرة العصر، ولد في مصر ولقب بالحاسب المصري بسبب قدراته الحسابية المميزة، ويشار إليه أيضا بخليفة الخوارزمي على الرغم من تألقه في الحساب والفلك، إلا أن أهم أعماله كانت في الجبر والهندسة. مصري، يعني أبو كامل شجاع مصري من أصل فرعوني أو من أصل قدماء المصريين. ابن رشد، فاكرين ابن رشد؟ ابن رشد يعتبر أبو وليد محمد بن رشد الذي ولد في قرطبة عام 1128. قرطبة دي فين؟ في أسبانيا. ابن رشد يعتبر أبو وليد محمد بن رشد ولد في قرطبة عام 1128 من أعظم المفكرين والعلماء في التاريخ، فقد درس الحديث واللغويات والفقه، كما كتب عن الفلسفة والدين وأصل الكون والميتافيزيقيا وعلم النفس، حيث كتب ما لا يقل عن 67 عملا في مختلف المجالات. أما أهم أعماله في الفلسفة كانت كتاب تهافت التهافت، كما اكتشف في سن ال25 نجما لم يكتشفه أحد من قبله. ولد ابن رشد في قرطبة، وهي تابعة لمنطقة أندلسيا في جنوب أسبانيا، عشان كده لما قال لك الأندلس عشان في بلد هناك اسمها أندلسيا في جنوب أسبانيا. ابن الهيثم، ولد الحسن ابن الهيثم، ده اللي هو كان عالم في الفلك والفيزياء، ولد الحسن بن الهيثم عام 965 ميلادية في البصرة بالعراق، يعني سومري، وأسهم في عدة مجالات منها الرياضيات والفلك والفيزياء والبصريات. الكندي، طبعا مش من كندا، الكندي اللي هو اسمه الأصلي أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق أحمد الصباح، معروف باسم الكندي أو الكندي، فيلسوفا وموسيقيا وعالم أرصاد جوية وعالم كونيات، كما ساهم بشكل كبير في إدخال الأرقام الهندية، بالإضافة إلى إسهاماته في الفيزياء واللوجستيات والكيمياء والعلوم الطبيعية. ويذكر أنه ولد في الكوفة بالعراق عام 801 ميلادية، يعني سومري. كده عرفنا أن كل الأصول، ولو دورت حد تاني لقيته من العلماء هتلاقوا يا عراقي يعني سومري، يا مغربي يعني أمازيغي، يا سوري يعني من السريان، يا إما إيراني يعني من الفرس. يعني مفيش حاجة اسمها عرب. العرب ما قدموش حاجة غير الإرهاب وغزو البلاد ورعي الغنم، حتى الزراعة ما عرفوهاش. الحاجات بعد كده البنى وغيره وغيره وغير ده تعلموه من المصريين، وحضارة المصريين هي اللي علمتهم كل ده. فالكذب، تزوير التاريخ، دي أساسا شغلة العرب، دي أساسا شغلة العرب. كمان حتى لو رحنا للتقويم، يعني هو يقول لك تقويم، طيب كل تقويم عمل حاجة إلا التقويم الهجري ما عملش حاجة. يعني التقويم الهجري ما فاتش غير المسلمين في عيد الأضحى وعيد رمضان وهلال العيد، ما فاتش البشرية، فاد المسلمين فقط في دول. هل أفادوا البشرية في حاجة؟ إنك تشوف الهلال بتاع العيد ده، أنت عندك التوقيت الهجري يا محترم، عندك عيد رمضان مرة يجي لك في الصيف، مرة في الخريف، مرة في الشتاء، مرة في الربيع، بيتنطط مش ثابت، وهكذا عيد الأضحى برضه بيتنجل. لكن تعالى بقى للتاريخ الميلادي. التاريخ الميلادي هو بنعيد عليه كله، 7 يناير 7 يناير ما بيروحش ولا بيجي، واخد بالك؟ وصيف وصيف، وشتاء شتاء، وربيع وربيع، وخريف وخريف، مش زي التقويم الهجري بيتنطط بين الـ بين الـ بين الـ بين الـ بين فصول السنة. التقويم الميلادي اللي هو ميلاد السيد المسيح له المجد ماشي عليه دول العالم كلها بملحديها بمسيحيها بمسلميها، هند صين غيره كله ماشي على التاريخ الميلادي، يعتبر التاريخ العبقري في العالم. عايز كمان تاريخ؟ تعالى للتاريخ القبطي اللي هو توت بابا هاتور. لا يمكن لأي مزارع بيزرع غير على طريق التقويم القبطي اللي هو توت بابا هاتور، الحاجات دي، وامتى يزرع ده؟ في كذا،
وامتى لا في كذا، وامتى يحصد في توتة ولا في بابا وفاتور، وتفاصيله التقويمية الطقسية مظبوطة عليه لغاية الآن بيتم عليه الزراعة. يعني حتى تقويمك اللي انت عملته ما فاتش البشرية، فاتك انت بس في عيدك اللي هو مرتين في السنة، لكن تقويم ميلادي او تقويم قبطي فاد البشرية في زراعتهم، في اكلهم، في شربهم، في ضبط الطقس. لكن انت كل شوية تتبكالي عن غزواتك، واحنا عملنا وكانت رجل في الصين ورجل في الاندلس. طب رجلك ليه دلوقتي مش في الصين وفي الاندلس؟ ما تروح تحرر الاندلس يا عم الحاج، ما تروح تحرر الاندلس، ما تشد حيلك والحل عن سمانة، مالكش دعوة بينا هنخش الجنة ولا هنخش النار. روح حرر اسبانيا وحرر الاندلس يا عم، وروح الصين حررها. يلا يا ابو الحاج حل عن دماغنا يا عم الحاج، اطلع جاهد زي الواد ابو الجفة اللي على دماغه ده، الواد اللي اسمه علي ده اللي في امريكا ده اللي عايزكم تجاهدوا. اطلع يلا حرر الاندلس، يلا يلا على الصين، يلا حط رجل في الصين ورجل في الاندلس.